السلام عليكم طلاب الأعزاء، وياكم الطيف في المدرسة العراقية الألمانية فرادي قارد. اليوم درس الأول في الفصل السابع هو العدد الأولي. فكرة الدرس أتعرف على العدد الأولي والعدد غير الأولي. فقرة أتعلم. لدى هدى ثلاث ملصقات مربعة الشكل، ولدى أخيها أحمد أربع ملصقات. يريد كل منهما ترتيب ملصقاته على شكل مستطيل أو مربع على سطح مكتبه. هل هناك أكثر من طريقة لذلك؟ عندنا مجموعة من الملصقات، هاي مثل ما موضح أمامكم، أريد نرتبهن على شكل مستطيل أو مربع. نشوف كم طريقة نقدر نجد بها هاي الأشكال. راح نستخدم النماذج. أول شغلة عندي أنا مو عندي عدد ثلاث ملصقات، راح أرتبهن بهالشكل، معناها واحد في ثلاثة على شكل سطر واحد. أما هنا أنا أيضا رتبناهن ثلاثة في واحد. إذا ترتيب ثلاث ملصقات على شكل مستطيل عندنا طريقتين، أما بطريقة عفوا أفقية أو بطريقة عمودية. أما أحمد عنده أربع ملصقات، تمام؟ نقدر نرتبهن على شكل مستطيل أو مربع. أول شيء راح نرتبهن على شكل مستطيل بصورة أفقية، أو على شكل مستطيل بصورة عمودية، أو على شكل مربع نجمعهن أربعة سوية. صارت عندي هسه كم طريقة؟ واحد، اثنين، ثلاثة. ثلاث طرق لترتيب ملصقات أحمد، واضح؟ هنا نجي عندنا بطريقة هدى، من رتبنا الملصقات نلاحظ أن العدد ثلاثة يقبل القسمة على ثلاثة وواحد فقط. يعني ثلاثة ما أقدر أقسمها على اثنين، لين راح يكون باقي. ما أقدر أقسمها على أي عدد ثاني غير على نفسها وعلى الواحد فقط. أما طريقة أحمد، من رتبنا الملصقات كم عندي؟ عدد أربعة. يقبل القسمة على أربعة، يقبل القسمة لين أربعة تقسيم أربعة يساوي واحد. أربعة من أقسمها على واحد يساوي أربعة، نقدر نقسمها. الأربعة أيضا تقبل القسمة على اثنين، بما أنه قبلت القسمة على اثنين لين أربعة تقسيم اثنين يساوي اثنين. هنا شنو صار عندي؟ صارت لثلاثة عدد أولي. ليش تقول عدد أولي؟ لأنه العدد الأولي هو الذي يقبل القسمة على نفسه فقط وعلى الواحد، تمام؟ ما يقبل القسمة على أي عدد ثاني اللي هو ثلاثة. بس نجي من ناخذ العدد أربعة، عدد مو أولي. ليش؟ لأن يقبل القسمة على أربعة يعني على نفسه وعلى واحد، وأيضا يقبل القسمة على اثنين. إذا الأربعة مو من ضمن الأعداد الأولية، الثلاثة فقط هي ضمن الأعداد الأولية. هنشوف المثال الثاني. لدى مهند سبع ملصقات، ولدى محمد ثمانية ملصقات. بكم طريقة يمكن أن أرتب الملصقات؟ هسه راح نشوف. السبعة من أريد أرتبها، أرتبها فقط أما بصورة أفقية أو بصورة عمودية. هذا إني سبع ملصقات في واحد، لأنه سطر واحد، هنا في عمود واحد أيضا. نلاحظ أن السبعة يقسم على سبعة وواحد فقط، تمام؟ احنا السبعة ما نقدر نقسمها. من اقول سبعة تقسيم اثنين راح يكون اكو باقي، سبعة تقسيم اربعة راح يبقى عندي باقي. السبعة ما تقبل القسمة فقط على الواحد وعلى نفسها. نجي للثمانية، من اني اريد اشوفها هسه الثمانية شلون رتبتها؟ عن طريق هالشكل بصورة افقية وبصورة عمودية وهالشكل، تمام؟ وايضا الشكل الرابع سويته بشكل عمودي، اربعة في اثنين او اثنين في اربعة. يمكنني أن أرتب ملصقات محمد بصف واحد، أما بشكل واحد في ثمانية، أو بشكل عمود واحد ثمانية في واحد. بما أن ثمانية يقبل القسمة على اثنين، أقدر أرتب الملصقات على الشكلين، هذا الشكل والشكل الثاني بالكتاب أيضا. لذلك توجد أربع طرق لترتيب ثمان ملصقات. بهاي الحالة أما واحد في ثمانية، أو ثمانية في واحد، أو اثنين في أربعة، أو أربعة في اثنين. فالثمانية من أجي ألقى العوامل مالتها مين أقدر أحصل عليها؟ من الواحد، من الاثنين، لأن واحد في ثمانية يساوي ثمانية، من الاثنين لأن اثنين في أربعة يساوي ثمانية، من الأربعة لأن أربعة في اثنين يساوي ثمانية، ومن الثمانية لأن ثمانية في واحد يساوي ثمانية. من أريد أختار أقول السبعة عدد أولي أو الثمانية عدد أولي، من أشوف السبعة؟ السبعة تقبل القسمة
فقط على الواحد وعلى نفسها، تمام؟ فقط على السبعة على الواحد، ما يقبل عدد ثاني. أما الثمانية، ثمانية أقدر أقسمها على نفسها، ثمانية تقسيم ثمانية يساوي واحد. الثمانية أقدر أقسمها على اثنين، أقول ثمانية تقسيم اثنين يساوي أربعة. الثمانية أقدر أقسمها على أربعة، ثمانية تقسيم أربعة يساوي اثنين، وثمانية تقسيم ثمانية يساوي واحد. إذن بما أنه ما قبلت فقط على نفسها وعلى الواحد، إذن الثمانية لا تعتبر عدد أولي، تمام؟ فقط السبعة تعتبر عدد أولي لأنه قبلت القسمة على واحد وعلى نفسها فقط بدون أي عدد ثاني، تمام؟ هسه شنو نقدر نعرف العدد الأولي والعدد الغير أولي؟ العدد الأولي هو عدد أكبر من واحد، تمام؟ وله قاسمان فقط، ركزي على كلمة فقط، ما إلى أي عدد يقبل القسمة عليه، فقط هما نفسه والعدد واحد، مثل السبعة، مثل الثلاثة، أكو أعداد الخمسة، الـ11، الـ13، هذني ما يقبلن القسمة، فقط على نفسين وعلى الواحد. أما العدد الغير أولي هو عدد له أكثر من قاسمين، مثلا من أخذنا الثمانية نقدر نقسمها على أربعة، نقدر نقسمها على اثنين، الأعداد البقية كلها الـ12 مثلا، 12 مو عدد أولي، ليش؟ يعني نقدر نقسمها على ستة، نقدر نقسمها على اثنين وعلى ثلاثة وعلى أربعة. العدد الأولي لازم بس نقسمه على نفسه وعلى واحد فقط. هسه عندي المثال الثالث، وحدد كل عدد مما يلي إن كان أوليا أم غير أولي بس دون استخدام النماذج. إحنا الطريقة السابقة استخدمنا النماذج، هسه مباشرة بدون استخدام النماذج. أول عدد عندي هو التسعة، من جدول الضرب، من حقائق الضرب اللي إحنا نعرفها إنه التسعة جايتني من واحد في تسعة، والتسعة جايتني من ثلاثة في ثلاثة، وجايتني أيضا من تسعة في واحد، لأن عملية الضرب عملية إبدالية، واحد في تسعة هي نفسيتها تسعة في واحد، لذلك لأنه للعدد تسعة ثلاثة قواسم، هي الواحد والثلاثة والتسعة. بما أنه العدد ماكو بس واحد وتسعة، ثلاثة مضيوفة أيضا، إذا التسعة عدد غير أولي. نجي للعدد 13، من حقائق الضرب أنه 13 جايتني من واحد في 13 أو 13 في واحد، ماكو عندي بجدول الضرب أقدر أطلع ال 13، تمام؟ هاي الحالة شلون؟ إذا بما أنه تقبل القسمة فقط قاسمان إلها هو الواحد وال 13، لذلك ال 13 عدد أولي. نجي جيم، 135، 8 قواسم للعدد 135، مين متكون؟ هي الواحد والثلاثة والخمسة والتسعة والخمسطعش، 27، 45، 135. بما أنه يوجد للعدد 135 أكثر من قاسمين، لذلك عدد 135 عدد غير أولي. هنا فقرت أتأكد، استخدم إشارة المربع لأحدد إذا كان العدد أوليا أو غير أوليا. أول عدد هو الخمسة، الخمسة عدد أولي أو لا؟ نعم، هسه أنا راح أحل لكم نماذج من عدهن حتى تعرفون شلون تحلوهن. الخمسة إيه؟ لأنه فقط نقدر القواسم مالته أنه هو الواحد والخمسة، العدد نفسيته والواحد، بهاي الحالة عدد أولي. نشوف الستة، الستة عدد أولي أو لا؟ الستة جايتني من ستة في واحد، واحد في ستة، واثنين في ثلاثة، وثلاثة في اثنين، إذن القواسم مالته واحد والستة والاثنين والثلاثة، ماكو بس العدد ونفسه والواحد، فبهاي الحالة الستة عدد غير أولي، والثلاثة رقم ثلاثة الـ12 أيضا شوفوها. أحدد إذا كان كل عدد مما يلي أولي أو غير أولي بدون استخدام النماذج. عندي الـ15 أيضا نفس الطريقة، نشوفها حسب عملية الضرب مين متكونة، مين نقدر نجد العدد القواسم مالته. هاي الحالة تشوفون الأعداد البقية، الـ15 جايتني من 3 في 5 1 في 15، إذا 3 والخمسة والواحد والـ15، هاي الحالة العدد غير أولي. الواجب إن شاء الله تكملة حل فقرة أتأكد على نفس الصيغة. أشوفكم خير إن شاء الله على الدرس القادم.